مساء الخير، مساء الخير عليكم. كل سنة وانتم طيبين. رمضان بيعدي بسرعة والعيد على الأبواب. بكلمكم بعد ساعات قليلة من انتهاء المؤتمر اللي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة من الوزراء اللي كانوا موجودين. بلفت نظركم ان في الوضع الخطير اللي احنا فيه وزيرة الصحة ما كانتش موجودة وسط هذا الجمع، مع ان وجودها في هذه المرحلة والتصريحات اللي هي لازم تطلعها للمواطنين ده هام جدا حضورها هذا المؤتمر. لكن خلينا نتكلم عن اللي قاله رئيس الوزراء. هو اتكلم عن الإجراءات التي ستتخذها الدولة في المرحلة اللي جاية. احنا داخلين دلوقتي في العيد، هيكون فيه غلق كامل لأي حاجة فيها نشاط أو إمكانية تجمع، يعني كل المحال التجارية سيتم إغلاقها، المطاعم، الكافيهات، أي حاجة فيها أنشطة رياضية أو بتقدم حاجة ترفيهية، السينمات، المولات، كل ده سيتم إغلاقه تماما. عندك حظر التجوال، الكلام ده هيستمر لغاية يوم 29 مايو، وبعد كده هيكون عندك حظر التجوال هيبتدي من أول الساعة 5 مساء لغاية تاني يوم السادسة صباحا. يعني انت عندك الوقت الوحيد اللي هتقدر تتحرك فيه هيكون من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 5 مساء، هو ده الوقت بس اللي ممكن تتحرك فيه. ده معناه ان ده الوقت المتاح، لو الدنيا كلها اتقفلت هيكون ده بس الوقت المتاح للزيارات الاجتماعية. ما معناه ان دي فرصة كويسة جدا للناس ان هي تعمل تواصل اجتماعي، تتزور مع بعض، لكن هتتعودوا ان انتوا تروحوا وتبتدوا تتحركوا بدري من الاماكن بحيث ان الساعة 5 ما يكونش في حد موجود. في تنسيق كويس جدا مع وزارة الداخلية علشان هيكون في غرامات بيتم تطبيقها على اللي مش هيلتزم بمواعيد الحظر. طبعا انتوا شايفين ان في اعداد بتتزايد، احنا النهاردة وصلنا الى 12 ألف، احنا داخلين في ال 12 ألف مصابين وداخلين في 700 عدد الوفيات. انا مش عايزة يجيلكم بانيك لان ده بالنسبة لتعداد السكان يعني هو عدد المصابين مفيش قلق منه. وكمان معلش اسمحوا لي ان انا اقول ان حتى عدد الوفيات يعني في الظروف الطبيعية في هذا الوقت من تغيرات الفصول في السنة طبيعي جدا انك انت تقدر لو بتجمع الناس اللي بتموت من الربو والالتهاب الرئوي وامراض الرئة وامراض الجهاز التنفسي هتلاقي ان الرقم ده طبيعي جدا. انت بس ممكن تغير العنوان، يعني ممكن تقول ده كورونا وممكن تقول ان ده التهاب رئوي. لكن فموضوع انك انت تخاف او يعني موضوع ان يجيلك زعر دي مش حاجة صح في الوقت الحالي. كل اللي مطلوب منك الاحتياط انك انت تنتبه، تخلي بالكم كويس جدا وتبتدوا شوية تهتموا. يا جماعة الناس اللي بتروح أفراح واللي بتروح عزا والحاجات التجمعات واللي بترحب بالممرض اللي جه والتاني اللي نجا، والحاجات دي ملهاش لازمة في الوقت الحالي لأن انت ما تعرفش بيكون واحد من وسط هذا التجمع مصاب وبتنتقل العدوى. خطورة الموضوع في ايه؟ ان لو انت تشوف الفرق بين احنا بنتكلم في 12 ألف مصابين طلع منهم يعني خرجوا خلاص خفوا 2700، يعني الفرق ده المفروض ان هو يكون موجود في المستشفيات. طيب خلينا نتكلم بوضوح ان انت ما عندكش هذا العدد من اجهزة التنفس، لا في اجهزة تنفس كافية، ما فيش ادوية تغطي في الظروف الطبيعية انت المفروض بتاخد العلاج بتاعك وانت رايح، ما فيش امكانيات لوزارة الصحة لاستضافة هذا العدد الكبير. انت مجرد بتروح في المستشفى وبتستنى، يعني اساسا ما فيش اماكن يعني تكفي هذا العدد الكبير او استقبال اكتر من ذلك. ارجوك ما تفكرش في الحاجات المعلنة ان الرئيس يقول لك ان في 5 مستشفيات على المفتاح. معلن ده يا ريت ما تثقوش فيه قوي لان احنا مش شايفينه، يعني حتى لو هو موجود انا مش عارفة هم مخبيينه لغاية ما نوصل لانهي عدد. احنا دخلنا في 12 ألف، الممرضات نفسهم، مش احنا اللي بنقول الكلام ده، الممرضات نفسهم بيقولوا ان قوة التمريض وقوة الاطباء الاطقم الطبية بتنهار. هم نفسهم من كتر ما بيشوفوا الاعداد اللي بتخش عليهم صوت الاسعاف بقى خلاص بيجيب لهم بانيك من كتر الاعداد اللي بتخش، في مقابل ان هم ما عندهمش الاستعدادات الكافية، يعني بيشتكوا من اجهزة التنفس مش موجودة. طب احنا مستنيين ايه؟ عدد الاجهزة التنفس الموجودة في الدولة
كام اللي تقدر تغطي ده؟ انت عندك الوباء ده ما بيشتغلش الا على الرئه والجهاز التنفسي، فالناس دي بتعمل ايه كلها؟ انا حقيقي مش عارفه، لكن اللي بطلبه منك دلوقتي ان انت تهتم بمصلحتك، ان انت تحافظ على نفسك وتجنبه الخروج من البيوت والتواجد في التجمعات علشان تنقذ نفسك، انك انت ما تقعش تحت ايدين وزاره الصحه في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، لان زي ما انتم شايفين الاعداد مش مكفيه. نرجع تاني لكلام رئيس الوزراء، احنا كده قلنا ان هيكون عندك كل حاجة هتتقفل. للأسف الشديد صلاة العيد لن يتم السماح بيها او اي تجمعات ترفيهية، السينمات، المولات، المطاعم، الكافيهات، كل ده هيكون مقفول. الكلام ده لغاية 29 مايو. حظر التجوال هيبقى لغاية الساعة 5 مساء، بعد 29 مايو من أول 30 مايو هيكون لغاية 8 بالليل. بعد كده هيقولوا الطريقة اللي يتم التعايش بيها مع الوباء، ازاي البلد طبقا للي بيتم تصديره في العالم ان هو معمر معانا كتير هذا الفيروس، وهيبقى زي ما يكون جزء من حياتنا الطبيعية، واحنا لازم نتعود ازاي نتعايش معاه. خلينا نتكلم من الاخر وبوضوح، انك لازم تهتم بالنظافة الشخصية بزيادة، هيكون دلوقتي معاك من اول المرحلة الجاية كلها الزامي، انك من اول 30 مايو لازم هتكون لابس الكمامة. رد الوزير ان الناس ان ده هيكون تكلفة كتير على الناس، واصلا عدد الكمامات مش موجودة بالرغم من ان احنا وصلنا من الصين ثلاث شحنات طبية. فالوضع اللي احنا فيه دلوقتي هيخليك انك انت تصنع كمامة في البيت من القماش. ده الكلام اللي قاله رئيس الوزراء. دي مش حاجة بدعة بتعملها مصر، لكن العالم كله بقى شغال دلوقتي، حتى وانت ماشي في اي حتة بره بتشوف الخياطين بقوا محطين كمامات معمولة من القماش. الستات بقت بتعملها بالبيوت من بواقي اي حاجة عندهم، بتتنى بالطريقة وتتخيط ويتحط استك من الجنبين، وبعد كده بترجع تستخدمها، تتغسل، تتكوى وتستخدمها مرة تانية. واحنا بصراحة شايفين الشباب بقى عندهم ابداع في ان هم بينقوا القماش وبينقوا الالوان، وبقت حاجة روشة قوي ماشيين بيها. للأسف الوضع ده مش هيستمر كتير، فما تبلغوش قوي، لان طبعا داخل الصيف درجة الحرارة عالية، فالناس مش هتقدر تتعايش بموضوع الكمامات. فانا اظن ان هو على اخر يونيو الموضوع ده كله هيتغير، لان ما حدش هيستحمل درجات الحرارة في العالم كله بترتفع، والصيف والتنفس مع كتمة النفس والكمامة، فدي طبعا هتبقى حاجة مستحيلة. لكن رئيس الوزراء قال انك انت في اي مكان في تجمع هتبقى مضطر لازم تلبسها، يعني كل وسائل المواصلات هتلبس فيها الكمامة اجباري. لما هتخش بنوك او اي مصالح تبع الدولة او اي مؤسسات انت بتشتغل فيها لازم تبقى وانت داخل بترتدي الكمامة. عشان اكون امينه معاكم، انا مش بقدر استحملها وقت طويل، فانا بنزلها، يعني انا ما بقدرش البسها كتير، فانا بنزلها لغايه هنا احيانا او لتحت شويه حسب، يعني مش بقدر اكتم نفسي كله بيها، بس anyway هتاخد نفسك وترجع ترفعها لفوق تاني. تمام. بالنسبه للامتحانات هتبقى معانا من اول شهر يونيو امتحانات الثانويه عامه والتعليم العالي. وزير التعليم كان موجود. من اول 21 يونيو هتكون بداية امتحانات الثانوية العامة، وده هتكون كده اتأجلت اسبوعين. طبعا الوزير قال ان هيكون الموضوع متقسم على دورين، الدور مبدئيا هيخشوا فيه في طابور، المسافات هتكون طويلة متباعدة ما بين الطلبة في دخولهم، هيكون في تأكد من ان هم عقموا ايديهم كويس، ان هم لابسين الماسكات. مش عارفة ازاي هيقدروا فترة الامتحانات يلبسوا الماسكات. احب اقول لكم ان هنا المدارس طبعا هتفتح والولاد راجعين من اول 18 مايو، لكن الماسكات بس في الاروقة، ممنوع جوه الفصل ارتداء الماسكات. فالامتحان هيكون ايه؟ لازم يكون الموضوع صريح ان جوه اللجنة والولد بيمتحن ما ينفعش يلبس ماسك باي شكل من الاشكال. بالنسبة للناس اللي هم عندهم اي حالات صحية مش كويسة، يعني في قلق في ارتفاع درجة حرارة او هيطلعوا للدور الثاني فوق، وهيتم استدعاء عربية اسعاف ليهم وهيتنقلوا لاقرب مستشفى. ودول هيبقى ليهم دور تاني، هيكون ليهم اعادة، فرصة تانية ان هم يعملوا الامتحانات.
هقول لكم كده اختصار سريع تاني. يبقى احنا عندنا لغاية يوم، من يوم الأحد لغاية يوم الخميس، لغاية 29 مايو، هيكون حظر التجوال حتى الساعة 5 مساء، من 6 الصبح لخمسة بالليل. من أول 30 مايو هيرجع لغاية 8 مساء، ومن أول 30 مايو هيكون إجباري ارتداء الكمامات، وهتكون في إعلان لاحق عن مجموعة من الغرامات اللي سيتم الإعلان عنها لاحقا في حالة إن أنت ما ارتديتش الكمامة. وما ينفعش هتخش أي مؤسسة من غير ما تكون لابسها. هيتم منع صلاة العيد وإغلاق أي منشأة يكون فيها تجمع ناس بشكل ترفيهي. ممنوع الحدائق، ممنوع الشواطئ، ودي برضو بحط عليها علامات استفهام، لان احنا مثلا عندنا وفي كل الاتحاد الاوروبي الحدائق مفتوحة لعامة الناس، يعني انت حر، ولكن بشروط ان الناس اللي هم متحركين لا يزيد عددهم عن 5 افراد. فانك تحبس الناس في البيوت وتمنع التواجد في الحدائق العامة، دي طبعا غلط كبير، لان الاماكن دي لازم فيها تنفس وفيها هواء مفتوح، والبقاء في البيت اصلا الوقت الطويل ده فيه خطوره كبيره جدا. الناس هتشم ايه في البيت غير غبار وطبيخ وتراب؟ يعني مهما يكون البيت نظيف، بس الجو بتاع البيت حتى مهما تفتحي الشبابيك الجو مش صحي زي الحدائق العامه. لكن هما دي القرارات اللي اتخذوها يعني علشان التكدس والكربسه والكلام ده كله. لكن احنا عندنا هنا البوليس بيعدي وبيمر اكتر من 5 افراد، كان بيقف البوليس وبيدفعهم غرامه وبيفض هذا التجمع، ولازم بيتاكد من عنوانك ان انتوا ناس من عيله واحده موجودين مع بعض، مش حد بيزور حد او جاره او جيران. ما ينفعش، لازم من نفس الاسره هم اللي يخرجوا مع بعض. فدي كانت بصراحه عدت على رئيس الوزراء، لان دي كانت حاجه لازم كانوا يهتموا بيها، ان الناس محتاجه تخرج في الحدائق العامه، لكن هم منعوا المواصلات كمان، فبالتالي انت مش هتعرف توصل لاي حديقه. فكل المواصلات العامه داخل البلد ومن والى المحافظات تم اغلاقها من اول الساعه 5. تمام، ده اللي كان موجود في حديث رئيس الوزراء النهارده. وزيرة الصحة كان لازم تطلع، الكلام ده بقوله تاني، وكان لازم تتكلم، لأن بتزداد الاستغاثات بتاعة التمريض والأطباء بيطلعوا يتكلموا، مفيش استعدادات كافية، والطقم الأطقم الطبية ابتدت تنهار. فإيه دور الدولة وإيه إمكانيات الدولة التابعة لوزارة الصحة علشان احتواء هذا العدد، الزيادة في العدد؟ يا ريت يقولوا كلام تاني غير حتة انك انت تغسل ايدك. خلاص احنا فهمنا هنغسل ايدنا هنلبس الكمامة، احنا فهمنا الكلام ده، عايزين نفهم وزارة الصحة ايه الامكانيات بتاعتها. اللي انا اقدر اقوله لكم ان هي ما عندهاش حاجة تقولها، لان الامكانيات المتوفرة لوزارة الصحة ضعيفة جدا جدا، وحتى الدكاترة نفسهم بيقولوا ان محتاجين تمويل، ومحتاجين ان سبب كبير في تساقط الاطباء والتمريض التباطؤ في سرعه اسعافهم نتيجه ضعف الامكانيات في الظروف اللي احنا فيها دي، في بلد مليانه ثروات ومليانه ناس عندها رؤوس اموال وناس مليارديرات موجودين في البلد، وناس كتيره فسده، وناس اخذوا من خير البلد. كل الفلوس دلوقتي لازم تطلع علشان انقاذ الاطقم الطبيه، لان الناس دي لو انتم ما وقفتوش معاها في الموقف اللي احنا فيه، الناس دي اول ما الازمه تعدي هياخدوا اقرب فرصه ويطلعوا ويسيبوا البلد، لان هم مش قاعدين علشان يموتوا، هم لغايه دلوقتي بيضحوا والتمريض بيعيطوا، لان هم خايفين حتى يرجعوا لاسرهم لا ينقلوا لهم العدوى، حتى بيبقى في تاخير عليهم في المساحات ان هم يتاكدوا ان هم دي عندهم فيروس ولا لا. فشكوات التمريض كتير، اكيد كلكم اطلعتوا عليها، فربنا يسلم يا رب، وربنا يحفظكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين.